السلام عليكم أو رحمة الله وبركاته الكل الأصدقاء والمتابعين بدون استثناء بقناتنا المتواضعة، لكم منا كل الحب والتقدير والاحترام. الناس الطيبة والأكابر، أو لا تواخذونا على التقصير والتأخير. كل إنسان له ظروف وله أشغال وله مسؤوليات والتزامات، وإن شاء الله قدر المستطاع نحاول نظل متواصلين معاكم أو نرفع راسنا بكم، نعمل أخوة أو نعمل أصدقاء أو حياكم الله. الليالي الألف الجزء 12، وصلنا لليلة 60 أو شهر زاد، أو صوتها الجميل أو قصصها الجميلة قدرت تحافظ على حياتها والملك ما يذبحها مثل ما كان يسوي بالبنات اللي جوزهن قبلها، أو قدرت تأخذ قلب الملك من القصص والروايات اللي ترويها له، أو قامت تروي له حكاية الملك عمر النعمان وولاده شركان أو ضوء المكان بمدينة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن مروان. كان بملك يقولوا له عمر النعمان، أو كان من الملوك الجبابرة أو قهر كثير من الملوك والقياصرة، وما كان يجاري حدا بالمضمار وبضرب سيف، أو صار حاكم على أراضي كبيرة أو عساكر كثيرة، أو ضرب صيته بكل البلاد من المشرق للمغرب ومن الهند والسند والصين لليمن والحجاز والسودان والشام والروم وديار بكر أو جزائر البحار. بكل مكان قام ينذكر اسم الملك عمر النعمان، أو كلها كانت تحسب له حساب. عمر النعمان كان عنده ولد واحد أو سماه شركان، أو بلغ شركان مبلغ الرجال، أو صار له من العمر 20 سنة، أو قاموا يحبونه كل أهل المدينة، أو صار فارس من الفرسان صاحب بأس أو صاحب عناد. عمر النعمان كان عنده 4 نساء بالكتاب والسنة، الأربعة واحدة منهن جابت له ولد، والثلاث ما صار له منهن قسمة، أو كان عنده أكثر من 300 جارية من جميع الأجناس، أو كان مسكن كل واحدة منهن بغرفة أو جناح خاص. كان باني 12 قصر، أو كل قصر به 30 مقطورة، أو سكن نسوان والأربعة والجواري بهذيك القصور لو من ما صار عددهم 360 غرفة. كان كل ليلة ينام عد وحدة ما يمر عليها البعد سنة كاملة، سمع أنه وحدة من الجواري طلعت حامل، وفرح كثير الملك وقال بلش يجيني ولد أو نسل يكون كله ذكور. لكن شركان صاب والهم أو صاب والغم، وأصبحت الدنيا على شهرزاد، وبلشت الليلة 61. لو من شركان سمع أنه جارية حامل طار يحسب حساب الملك، أو جاء واحد ينازعه على المملكة أو حط باله الشر، وقال إذا جابت الجارية ولد راح أذبحه، وإذا جابت بنت راح أعيفها عايشة. الجارية كانت بالأصل رومية، وكانت هدية أهداها ملك الروم صاحب قياصرية لأبو شركان، أو كان اسمها صفية، أو كانت من أحسن الجواري وأجملهم ومحافظة على عرضها وصاحبة عقل، أو كانت تخدم الملك لو من يجيها وتقول له يا ريت أجيب منك ولد ذكر أمشان أربي أحسن تربية وصونه وعلمه الأدب، يفرح الملك ويعجبه كلامها. أو قامت تمشي الأيام أو صار وقت ولادتها، أو قامت تدعي وتقول يا ربي أنه يجيني ولد. كان الملك حاط قدام عدها أمشان يوم يصير وقت ولادتها يخبرونه شنو المولود، ولد إلا بنت. أو كان شركان زاد حاط من طرفه واحد أمشان يخبره بالمولود ولد إلا بنت، لو من ولدت الجارية ولدت بنية، أو كل الحاضرين دروا أنها ولدت بنية وبعثوا رسول للملك أنه صار لك بنية، أو شركان صار له خبر أنه الجارية ولدت بنية. كان مجهز حاله شركان تيطلع على الحرب ومأجل طلعته تيتأكد من المولود، فرح لو من سمع أنه بنية أو مشى على رأس جيش أو راح على حربه. الجارية بعد شوي من الوقت قامت تصيح وتقولهم أحس شي ثاني ببطني، والتمن حولها جواري أو جابت مولود ثاني، المولود ذكر يشبه البدر أبجبين أزهر أو خد أحمر. فرحت الجارية وفرحم الخدام، أو صارت الهلاهل بالقصر، أو سمعا كل الجواري البل قصور 12.
وصل الخبر للملك عمر النعمان، وفرح واستبشر بيه الخير، أو راح على الجارية أو لقى جواري تضرب بالتفوف وفرحانين، أو قال الملك الولد هذا اسمه ضوء المكان، والبنية أخته اسمها نزهة الزمان، أو قالوا له السمع والطاعة، أو نبه الخدم والموجودين بهذاك القصر أنه الكل يدير باله على الولد، وإذا صابوا شيء راح يشوفهم الويل، أو سمعهم كل المدينة، وقاموا يجون الأمراء والتجار يباركون للملك عمر النعمان بولده ضوء المكان وبنته نزهة الزمان، أو شكرهم الملك. أو قامت تمشي الأيام، أو قامت تمشي السنين، أو شركان ظل غايب عن المدينة 4 سنين، رجع على المدينة أو ما له خبر أنه صاير له أخ من الجارية، وأخفوا عليه الأمر. أو قامت تمشي الأيام النوب، أو شركان مشغول بالحروب والمعارك ومبارسة الفرسان. بيوم من الأيام الملك عمر النعمان دخل عليه الحاجب وقال له وصلونا مراسيل من ملك الروم من القسطنطينية ويريدون يشوفونك. الملك قال خلهم يجون. فاتم على الملك أو سألهم عن حاجتهم، أو قالوا له يا ملك عمر النعمان يا صاحب الباع الطويل، اعلم انه جينا مراسيل من الملك افريدون صاحب البلاد اليونانية والعساكر النصرانية والمقيم مملكة القسطنطينية، او هو اليوم بده يخوض حرب كبيرة مع ملك جبار وعنيد ملك قياصرية، والسبب انه بقديم الزمان وبعهد الاسكندر كان بي اموال لا تعد ولا تحصى، او كان بي 3 خرزات مدورات على حجم بيض النعام، والخرزات هذن من أغلى الجواهر الأبيض الخالص اللي ماله النظير أو كل الخرز، منقوش عليهن بالقلم عبارات يونانية من الأسرار وليهن منافع أو خواص كثيرة، ومن خواصهن أنه كل مولود تتعلق عليه هذا الخرزة ما يصيبه ألم، أو سببها أنه هذاك الملك بعث مراكب وهدايا بها كثير من التحف والأموال، ومن جملتها 3 خرزات كان المركبين، واحد بي الأموال أو واحد بي رجال يحفظون هذيك الهدايا خاف حدا يتعرضهم بالبحر، والبحر هذاك محكومة السيطرة عليه أو ما بي قطاع طرق. قبل ما يوصلن من بلادنا المركبين هجموا عليهم عساكر بهيئة قطاع طرق، أو كانوا من عساكر قياصرية، أو خذوا المركبين والتحف البيهن والـ3 خرزات أو ذبحهم الرجال. لو من وصل الخبر الملكنا أرسل بعض العساكر أمشان يحاسبونهم، لكن ما قدروا لهم، اغتاظ الملك وارسل عليهم عساكر النوب أو ما قدروا لهم. لو من ما خرج الملك بنفسه أو جمع كل عساكره واقسم على نفسه ما يرجع الا يخرب هذيش البلاد او يحكم عليها، والمراد من صاحب القوه والسلطان الملك عمر النعمان انه يمدنا بالعساكر من عنده. الملك عمر النعمان يدحج عليهم ويهز براسه، واصبحت الدنيا على شهرزاد، او صارت الليله 62، والمراسيل جابوا للملك الهدايا 50 جارية من بلاد الروم او 50 مملوك، أو عليهم الديباج ومرصع بالذهب والفضة، أو كل مملوك بإذنه حلق بلؤلؤة تساوي 1000 مثقال من الذهب. لو من شافهم الملك وشاف جواري قبل الهدية وأكرم المراسيل أو جمع الوزراء أو قام يتشاور معهم. واحد من الوزراء كان شيخ كبير بالعمر واسمه دندان، قال للملك الأمر هذا ما بي أحسن منه، جهز جيش جرار من العساكر الأبطال وتخلي ولدك شركان القائد على هذا الجيش. هذا الرأي له وجهين، الأول أنه ملك الروم استجار بيك وارسل لك الهدايا وارسل لك هدايا وقبلتهن، والوجه الثاني أنه أي عدو ما راح يجسر على بلادنا، وإذا فزنا بهذا الحرب راح تسمع كل البلاد والأقطار بهذا الحرب. لو من سمع الملك كلام وزيره قالوا هذا نعم الراي أو نعم الشور، أو راح ابعثك معهم بهذا الحرب، أو صاح لابنه شركان أو قال له جونا رسل من بلاد الروم أمشان نحارب معهم، أو جهز 10,000 فارس كاملين العدة صابرين على الشدة، والوزير دندان يروح معاكم أو لا تطلع عن شوره. أو راح شركان بالحال أو جمع الفرسان أو قام ينطيهم الأموال وانفق عليهم، أو قال لهم روحوا معاكم 3 أيام
امشان نتحرك او قدامنا حرب طاحنة وتفقد الاسلحة وتفقد الخيول او جهز كل شي شركان امشان الحرب او قامت تدق الطبول او صاح النفير وانتشرت الاعلام خفاقة على روس المباني ام مدينة دمشق او مشوا نهار كامل او رسل الروم معهم واقبل عليهم الليل واستراحوا هذيك الليلة واصبحت الدنيا ومشوا النوم او ظلوا ماشيين على هذاك الطريق لمدة 20 يوم. باليوم 21 وصلهم على وادي واسع الجهات مليان بالاشجار والنباتات او كان وقت وصولهم للوادي قريب من غيبة الشمس. امرهم شركان انهم ينزلون بهذاك الوادي ويظلون به 3 ايام او نزلوا العساكر او بنوا الخيام. والوزير دندان بنى خيمته بنص العساكر او معاه مراسيل الملك الروماني. اما شركان ظل راكب على حصانه لو من ما تطمن على كل العساكر انه نصبوا الخيام او قام يتفقد الحراس بنفسه لأنهم صاروا على مشارف بلاد الروم وأرض العدو أو ركب الحصان أو قام يتجول بالوادي لو من ما مضى وقت من الليل. تعب شركان أو جان نوم أو كانت عنده عادة ينام أو هو على ظهر الحصان لو من هجم عليه النوم أو نام على ذاك الحصان وظل ماشي به لو من ما صارت الدنيا نص الليل والحصان ماشي بالغابات لو من ما وقف حصانه او قام يدق بحافره على الارض صحى شركان او لقى حاله بنص هالغابة وقال لا حول ولا قوة الا بالله واحتار بامره وين بده يتوجه والدنيا قمرة والقمر بدر عالي بالسماء. شاف مرج اخضر كبير او سمع من هذاك المرج يجي صوت عالي او ضحك نزل عن الحصان شركان او راح يمشي باتجاه الصوت لو من ما اشرف على نهر او بي مي جارية او سمع كلام مرة تحكي باللغة العربية وهي تقول للبنات المعاها اذا وحدة منشن تحكي كلمة غير اسرعها وشتفها بزنارها. دح الشركان او مد بالنظر او شاف النهر مسرح وطيور تمرح او غزلان تسنح ووحوش ترتع والطيور بلغاتها اتغرد والمكان مليان بالورود والنباتات الجميلة وقال ما تحسن الأرض إلا عند زهرتها والماء من فوقها يجري بإرسالة صنع الإله العظيم الشأن مقتدرا معطى العطايا ومعطي كل من فضله. ودح الشركان على هذاك المكان ولقى بي دير أو بي قلعة كبيرة وعالية أو ساطع عليها ضوء القمر ويمر بنصها هذاك النهر او كانت بيمارة حواليها 10 جواري كأنهن الاغمار او عليهن من انواع الحلي شي يدهش الابصار او كانن ابكار بديعات مثل ما قالوا بيهن الابيات يشرق المرجى بما فيه من البيض العوالي زاد حسنا وجمالا من بديعات الخلال كل هيفاء قوامة ذات غنج ودلالي راخيات الشعور كعناقيد الدوالي فاتنات بعيون راميات بالنبال مائسات قاتلات لصناديد الرجال. او دح الشركان على 10 جواري او لقى وحدة بيناتهن مثل البدر عن التمام بحاجب مرجرج وبخبير ابلج او طرف اهدب او صدغ معقرب وانشد عليها وقال تزهو علي بألحاظ بديعات وقدها مخجل للسمريات تبدو الينا وخداها موردة فيها منا لظرف انواع الملاحات كأن طرتها في نور طلعتها ليلا يلوح على صبح المسرات. او سمعها شركان تقول للجواري تعالن علي امشان انتصارع قبل ما يغيب القمر او يجينا الصبح. او صارت كل واحدة منهن تجيها تجضعها وتلوي ايديها وتشتفها بزنارها لو من ما شتفت كل البنات. او بي جارية عجوز كانت قاعدة وقالت لها انتي تفرحين بصرعك لجواري هذا واني عجوز صرعتهن وشتفتهن 40 مرة لا تنغرين بحالك تعالي وصارعيني اذا ما خليت راسك يصير بين رجليك. ضحكت الجارية وقالت انت من اهل الدواهي جعت تحشين الحقيقة ولا تمزحين معايا. قالت لها لا اريد اصارعك
أو هذا الحقيقة، وأصبحت الدنيا على شهرزاد وقفت عن الكلام، أو صارت الليلة 63. الجارية قالت للعجوز: قومي إذا بيش حل أو خلينا نتصارع. لو من سمعتها العجوز اغتاظت منها، أو قام شعرها على بدنها، أو صارت تقول قنفذ، أو قالت لها: أو حق الإله ألا أصرعش، وما أصرعش إلا وآني عريانة. رمت هدومها العجوز، أو تحزمت المنديل، أو شدت زين على خصرها، وهجمت على الجارية تقول عفريته ومثل الحي الرقطة، أو شركان يدحج عليهن، أو قام يدحج على شكل العجوز ويضحك. الجارية تحزمت المنديل أو تشكلت أو بين انسيقانها، تقول مرمر أو يعكس عليهن القمر، تقول بلور ناعم ومربرب، أو قام يتمثلها شاركان ويدحج عليها. أو تشابكن أو شاركان رفع راسه على السماء وقال: يا رب تفوز الجارية على هذيك العجوز الملعونة. صارت الجارية تحت العجوز، أو حطت إيدها الشمال بثمها وإيدها اليمين على رقبتها ورفعتها فوق. خلصت حالها العجوز من إيديها أو وقعت على ظهرها، لو من ما رجليها صار من فوق أو رأسها صار بالقاع، أو شركان يدحج عليها ويضحك أو قال: كذاب اللي سماك أم الدواهي. وقرب عليها شركان أو سحب سيفه. قامت الجارية زتت على العجوز ملاية من الحرير، وزتت عليها هدومها واعتذرت منها وقالت لها: يا أم الدواهي، أنا ما ردت أصرعش، لكن أنت انفلتي علينا. ما ردت عليها العجوز جواب من خجلها، أو مشت وغابت عن البصر، أو ظلنا الجواري مكتفات والجارية واقفة وحدها. أو قال شركان: الكل رزق سبب، ما غلب علي النوم أو سار بي الحصان لهذا المكان، إلا أني راعي بخت بلشي هذا جارية والمعاها يصير غني مالية، أو ركب على حصان أو جاهن مثل السهم، لو من يفر من القوس أو بيدو سيفه مجرد. وصاح الله أكبر، لو من شافته الجارية صاحت عليه أو قالت له: أرجع قبل ما يطلع الصبح، أو يجونك البطارقة أو يأخذونك على رؤوس الرماح، وانت ما عندك قوة تدافع عن نفسك، هاجم عن نسوان شلون بدك تقابل الفرسان. احتار شاركان من كلامها او قال: لو منها قامت تفك بالجواري ومشت هي وياهن، يا سيدة يا حسناء تروحين وتتركين المتيم الغريب المسكين المكسور قلبه، دحجت عليه وهي تضحك وقالت: شنو حاجتك امشان اجيب دعوتك. قال لها: اريد اكون نازل بارضك وتحلى بحلاوة لطفك، وارجع وماني ماشل من طعامك، او يمشني صرت من بعض خدامك. ردت عليه الجارية وقالت: لا يأبأ الكرامة الا لئيم، تفضل على الراس والعين، اركب جوادك وامشي على جانب النهر مقابيلي، وانت تراك بضيافتي. فرح شركان او قام يباريها على حرف النهر، او ظل ماشي مقابيلها لو من ما وصل على جسر مصنوع من خشب جوز، أو عليه بكرات من سلاسل البولاد، أو عليه أقفال. دحج شركان على جسر، أو شاف جواري أشانن معاها أو هن يدحجن عليه. جت عليهن جارية وقامت تحاكيهن بلسان الروم وقالت لهن: نزلنه من جواده أو خلنه يمشي بحدي وخليه يفوت معانا عدير. أو قام يمشي شركان وهي جدامه، بعد ما عد الجسر اندهش عقله أمن أشياء شافه أو قال: يا ريت الوزير دندان حاضر معايا بهذا المكان وتشوف عينه هذن الجواري الحسنوات. أو قال لجارية: يا بديعة الجمال، صار لي عليك اليوم حرمتين، حرمت الصحبة أو حرمت أني ماشي لبيتك أو قبلت ضيافتك أو صرت تحت حكمك، واليوم أني بعهدك، بس لو انش تتنعمين علي وتروحين معايا على بلاد الاسلام، او تتفرجين على كل اسد ضرغام وتعرفين منو اني. لو من سمعت كلامه زعلت وعبس وجهها وقالت: او حق الاله انك شنت عندي صاحب عقل وراي، لكني عرفت اشياء اللي بقلبك من الفساد، اشلون تتجرأ او تحشي هالكلام هذا، او هذا كلام خداع، وشلون تريد مني أسوي هالشي هذا، وأنا عارف بشي قاعد يصير عند الملك عمر النعمان، إذا رحت
أو شافني ما راح أخلص منه ويحطني بواحد من القصور مثل الجواري اللي عنده الحاطهن ب 12 قصر أو عنده فوق 360 جارية كل واحدة يمر عليها بسنة مرة، وأنا أعرف حالي أحلى من كل الجواري اللي عنده، ما أخلي واحد مثله يتمتع بمثلي لأنه أنتوا عندكم يقولون لكم ما ملكت أيمانكم، وشلون تريدني أستوعب هذا الكلام وتقول لي تتفرجين على الشجعان؟ أنت قلت كلام مو صحيح، أني شفت عسكركم لو منكم فتتم أرضنا وبلادنا، أو ما شفت على العساكر تربية الملوك شفتهم من طوائف متجمعة، أو أما كلمتك تعرفين منو أني؟ أني ما أصنع معاك جميل مشان إجلالك، أسوي هذا الشي مشان الفخر، أو رغم هالشي كله سمعتني هذاك الكلام، أو حتى لو أنك شركان ابن الملك عمر النعمان اللي ظهر بهذاك المكان. قام شركان قال بقلبه يمكنها عرفت أنه جيشنا وصل، أو عرفت عددهم، أو عرفت أنهم جايين أمشان يحاربون مع ملك القسطنطينية. قال لها شركان يا حسناء أحلفش باللي تعتقدينه من دينك أنه تخبريني ليش ما صدقتيني وتحسبيني كذاب. قالت له أحلف لك بديني لو ما أني خايفة أنه يشيع خبري أني بين بنات الروم ألا كنت خاطرت بنفسي أو بارزت 10,000 فارس أو ذبحت اليمشي على أول الجيش الوزير دندان وجيب فارسهم شاركان ابن الملك مشتف، لكن راح يحسبون علي الشعار لأني قرأت الكتب أو تعلمت الأدب، وأني ما أقول لك شجاعة، أنت شفت بعينك العلامة والصناعة لو مني صارعت البنات، أو لو شاركان جاي مكانك هذا الليلة كان عرف واعترف بالعجز، واني ادعي انه الله يرميه بين يديه ويجيبه على هذا الدير امشان اطلع عليه بصفة الرجال واخذه اسير واحط الاغلال بديه وخليه يصير عبرة لمن اعتبر. واصبحت الدنيا على شهرزاد ووقفت عن الكلام، وبلشت الليلة 64. شاركان لو من سمع كلامها خذته النخوة والحمية أو غير الأبطال أو راد يعرف عن نفسه أو يبطش بيها وبل معاها، لكن ردوا عنها جمالها أو بديع حسنها أو قال هذه الأبيات وإذا المليحة أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، أو ظل يمشي وراها شركان أو دحج على ظهر الجارية أو شاف أردافها تتلاطم مثل المواج بالبحر الرجراج، وانشد عليها هذا الابيات في وجهها شافع يمحو إساءتها من القلوب وجيها حيثما شفعا إذا تأملتها ناديت من عجبا البدر في ليلة الإكمال قد طلعا لو أن عفريت بلقيس يصارعها من فرط قوته في ساعة صرعا. أو ظل ماشي وراها شركان لو من ما وصل على باب مقنطر من الرخام فتحت الجارية الباب وفاتت، أو معاها شركان أو قاموا يمشون بدهليز طويل أو شاف 10 قناطر معقودة على بعضها أو على كل قنطرة قنديل من البلور يشتعل بمشعل مثل الشمس تلقنها الجواري بآخر الدهليز بالشموع أو على رؤوسهن العصائب أو قامت تمشي وهي قدامهن أو شاركان وراها لو من ما وصلوا عالدير وارض الدير مفروشة بأنواع الرخام المجزع وبنص بي بركة مي عليها 24 قارورة من الذهب والمي صب منهن. أو قالت للجارية أصعد على هذا السرير، أو قعد شاركان على السرير أو راحت الجارية أو غابت عنه. سأل عنها بعض الخدام قالوا له راحت على مرقدها واحنا نخدمك مثل ما امرتنا، او قاموا يجيبوا له الاكل والشراب او جابوا له طشت وبريق من الذهب او قام يغسل يديه او هو مشغول باله او فكره عند عساكره او تذكر وصية ابوه او صار محتار بامره او نادم او ظلوا من ما طلع الفجر او بأن النهار او هو يتحسر عشية صار او قال هذا الابيات لم أعدم الحزم ولكنني دهيت في الأمر فما حيلتي لو كان من يكشف عني الهوى برئت من حولي ومن قوتي وإن قلبي في ظلال الهوى
صب وأرجو الله في شدتي. لو من خلص شعره والنجايات 20 جارية مثل النجوم، والجارية شافها مثل البدر تمشي بيناتهن، أو عليها ديباج شغل الملوك، أو متحزمة بزنار أم رصع بالجواهر، ضام خسرها ونهودها واقفات. لو من شافها الشركان العقل راد يطير من راسه، أو نسى عساكره وزيره، أو دحج على راسه وشاف شبكة من اللولو، انفصل بأنواع الجواهر وجواري على يمينها ويسارها، يرفع عن الثوب اللافسته وهي التمايل، وقف شركان على رجليه من هيبة حسنها أو جمالها، أو صاح يا حسرتي من هذا الزنار، أو قال هذا الأبيات: ثقيلة الأرداف مائلة خرعوبة ناعمة النهدي، تكتمت ما عندها من جوا، ولست أكتم الذي عندي، قدامها يمشين من خلفها كالقبل في حل وفي عقدي. أو قامت الجارية دحج عليه وقالت له: أشرق بك المكان يا شركان يا ابن عمر النعمان، لا تنكر نفسك أو حسبك، أو لا تكتم أمرك عني، أو لا تسمعني بعد ذلك غير الحكي الصحيح. ترى الكذب يورث البغض والعداوة، وانت نفذ بيك سهم الغضا، عليك بالتسليم والرضا. لو من سمع كلامها قال ما بداعي للإنكار أو حشالها الصحيح، أو قال الهاني شركان ابن عمر النعمان اللي عذبنا الزمان، أو وقعني بهذا المكان، واللي تريدينه سوي بيه. نزلت رأسها على القاع أو دحجت عليه النوب: طيب نفسا وقر عينا، فإنك ضيفي، أو صار بيننا وبينك خبز وملح، أو حديث مؤانسة، وانت بذمتي وانت بعهدي، أو عليك الأمان، أو حق الإله إذا تريد كل أهل الأرض إنه يؤذونك ما يوصلون لك إلا إذا طلعت روحي من شانك، أو لو إني رأي الذبحك ذبحتك من أول ما شفتك. وقعدت على الطاولة أو قامت تأكل، أو قعد قبالها شركان أو قام يأكل معها، أو قاموا يجيبون الشراب وصبوا له بكاسات الذهب والفضة. أو قالت له: يا شركان دحج على حالك، أنت بألذ عيش وبألذ مسرة، أو جعد تأكل معايا وتشرب. أو شركان يدحج عليها: لو من ما غاب عن الوعي، واصبحت الدنيا على شهرزاد، أو وقفت عن الكلام، أو صارت الليلة 65. شركان غاب عن الوعي، أو ما عاد يدري بالدنيا حوله أمن الشراب أو من جمال الجارية، ويدحج عليها وما بي شي يخطر بباله. قامت صاحت الجارية وقالت: يا مرجانة جبينا آلات الطرب. أو ردت عليها الجارية وقالت: سمعا وطاعة. غابت الجارية شوي أو جابت عود أو ناي أو قانون، أخذت الجارية العود أو شدت أو تارو أو غنت عليه بصوت رخيم أرق من النسيم وأعذب من ماء التنسيم، وانشدت هذا الأبيات: عفى الله عن عينك كم سفكت دما، وكم فوقت منك اللواحظ أسهما، أجل حبيبا حائرا في حبيبه، حرا وعيه أن يرق ويرحما، هنيئا لطرف فيك بات مسهدا، وطوبى لقلب ظل فيك متيما، تحكمت في قتلي فإنك مالكي، بروحي أفدي الحاكم المتحكمة. أو قامت النوب واحدة من الجواري وانشدت وتقول عليها بيات بلسان الرومية، وانطرب شركان. أو قامت سيدتها نفسها تغني أو قالت: يا شركان أما فهمت ما أقول؟ قال لها: لا، لكني انطربت على حسن الأنامل. أو قامت تضحك وقالت له: أني غنيت لك بالعربية. قال لها: عقلي مشتت بجمالك. أو قامت النوب قالت له هذا البيات: طعم التفريق مر فهل لذلك صبرا، أهوى ظريفا سبأني بالحسن والهجر مر. أو دحجت على الشركان أو لقته غائب عن الوعي، ظل أكثر من ساعة. أو قع الشركان ودحج عليها أو للحزهن يغنن، أو ظل معاها شركان كل النهار لو من ما أقبل عليهم جناح الليل، أو راحت على مرقدها. أو سأل شركان عنها أو قالوا له راحت على مرقدها، أو قال أستناها للصبح، ولو من أصبحت الدنيا جت جارية وقالت له: قوم معاي السيدة تريدك. وقام معاها شركان ومشى وراها، ظل ماشي لو من ما وصل باب كبير من العاج
أمرصع بالدر والجواهر. لو من فات شاف دار كبيرة وبصدرها مجلس مفروش بأنواع الحرير، أو حوله كلها شبابيك مفتحة اطلع النهر والأشجار، والبيت معبي صور مجسمة يدخل بيها الهواء، تتحرك من جوفها آلات تخيل للناظر أنها تتكلم، أو هي قاعدة جعت تستناهم، قامت وتلقته أو خذت يده أو قعدته بحدها أو قالت له مرتاح عندنا بالنومة والقعدة، وإذا عندك شي يتعلق بالعاشقين والمتيمين بلش تقول لنا. قال لها أعرف شي من الأشعار راح أسمعكم، وقال هذا الأبيات: لا ولا أبوح بحب عزة، إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، وهبان مدينا والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزتي ركعا وسجودا. لو من سمعته قالت: كان باهرا كثيرا في الفصاحة بارعا بالبلاغة، لأنه بالغ في وصف العزة حيث قال وانشدت هذن البيتين: لو إن عزة حكمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضي، لها وسعت إلي بغيب عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها. أو قالت: يقولون أنه عزة شان عدها غاية من الحسن والجمال. وقالت له: يا ابن الملك، إذا كنت تعرف شي من الكلام الجميل أنشدنا منه. قام قال لها: عرف وأنشد يقول هذا البيت: تريدين قتلي لا تريدين غيره، ولست أرى قصدا سواك أريد. قالت له: أحسنت يا ابن الملك، شنو رادت عزة أب جميل حتى قال هذا الشطر: تريدين قتلي لا تريدين غيره؟ قال لها الشاركان: أرادت منه الشي ألي تريدينه مني أو ما يرضيش. قامت تضحك لو من قال لها شركان هذا الكلام، أو ظلم قاعدين لو من ما أقبل عليهم الليل، أو راحت نأمت مرقدها، أو عاف الشركان أبها ذاك المكان. لو من ما صارت الدنيا صبح فتح عيونه من النوم، أو جنة جواري كالعادة، أو خذنه من هذاك المكان على دار ثانية أعظم من الأولى، أو بيها من التماثيل أو صور الوحوش. تعجب شركان من الشيء شافه ومن صنع هذاك المكان، وانشد هذه الأبيات: أجني رقيبي من ثمار قلائدي، در النحور منضدا بالعسجد، وعيون ماء من سبائك فضة، وخدود ورد في وجوهي زبرجدي، فكأنما لون البنفسج قد حكى زرق العيون وكحلت بالأثمدي. لو من شاف الشركان قامت النوب أو قضبت إيده وقعدته بحدها، وقالت له: أنت ابن الملك عمر النعمان، أتعرف تلعب الشطرنج؟ قال لها: نعم، بس أريدك ما تكونين مثل ما قال الشاعر: أقول والوجد يكويني وينشرني، ونهلة من رضاب الحب ترويني، حضرت شطرنج من أهوى فلا عبني، بالبيض والسود ولكن ليس يرضيني، كأنما الشأت عند الرخ موضعه، وقد تفقد دست بالفرازين، فإن نظرت إلى معنى لواحظها، فإن ألحاظها يا قوم ترديني. أو جابت الشطرنج أو قام يلعب معها شركان ويدحج عليها شلون تلعب، أو قام يحط الفرس أم موضع الفيل ويحط الفيل أم موضع الفرس. ضحكت وقالت له: إذا كان لعبك هيج أنت ما تعرف تلعب. قال لها: هذا أول دست لا تحسبينه، لو من غلبته رجع وصف القطع أو لعب معها، أو غلبته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. قالت له: أنت بكل شي مغلوب. قال لها: يا سيدتي، مع المثلج لازم أكون مغلوب. قامت قضبة القانون أو هي تدق عليه بكل حنان، أو قالت هذه البيات: الدهر ما بين مطوي ومبسوطة، ومثله مثل محرور ومخروطة. أو ظلم قاعدين لو من ما جاءهم الليل النوب، أو كان هذاك اليوم أحسن من اليوم القبله، أو ردت وراحت على مرقدها، أو رجع شركان على مكانه ونام. يوم ما أصبحت عليه الدنيا النوب، أو جنة جواري كالعادة، أو خذنه أو راح ليعدها،
أو قامت وتلقته وقضبته من يده أو قعدته وحدها أو قالت له إن شاء الله مرتاح عدنا بالنومة، قام دعالها أبطول البقاء أو خذت العود أو قامت تدق عليه. لا تركننا إلى الفراق فإنه مر المذاق، الشمس عند غروبها تصفر من ألم الفراق. أو هم قاعدين ما شافوا إلا صار الضجة كبيرة، أو فاتوا عليهم رجال أو شباب هاجمين أو بدئهم والسيوف مسلولة تلمع. أو هم يقولون بلسان الرومية وقعت عندنا يا شركان فأيقن بالهلاك. لو من سمع شركان هذا الكلام قال يمكن هذه الحسناء الجميلة خدعتني أو خلتنا صير طعم الهذول الرجال، وهم من البطارقة الخوفتني بيهم، وأنا الذي جنيت على نفسي أو زتيت حالي بالهلاك. دحج عليها مشان يعاتبها أو شاف وجهها متغير أو صاير أصفر أو قامت حيلها وهي صيح عليهم منو أنتو؟ رد عليها أول واحد بيهم وقال أيتها الملكة الكريمة والدرة اليتيمة، هذا مخرب البلدان وسيد الفرسان، هذا شركان ابن الملك عمر النعمان، هذا الذي فتح القلاع وملك كل حصن منيع، وقد وصلتنا أخباره أو بعثنا الملك حردوب أبوش بعد ما جدت العجوز أم الدواهي أو خبرته أنه شركان هين أو تحقق من ذلك، أو بعثنا مشان ناخذ هذا المشؤوم. لو من سمعت كلام القائد هل يمشي بولهم دحجت عليه وقالت له أنت شسمك؟ قال لها أنا اسمي ماسورة. قالت له يا ماسورة إشلون تدخل علي بدون إذني؟ قال لها يا مولاتي أنا وصلت على الباب وما منعني لا حاجب ولا بواب، قاموا كل البوابين ومشوا قدامنا وفكونا الأبواب، والحشي هذا ما لازم يطول، الملك يستنانا، لازم ناخذ هذا هو الشرارة أو جمرة عسكر الإسلام، لو من الملك يذبحوا كل عسكروا يرجعون على بلادهم. قامت قالت له العجوز كذبت عليكم ذات الدواهي أو تكلمت بكلام باطل وهي ما تعرف الحقيقة، وأنا عندي هذا ما هو شركان يا لونه شركان، كان آني أسرته وأني ذبحته بيدي، هذا رجل جانا أو طلب الضيافة واحنا نقوم بضيافته، وإذا ثبت عليه أنه شركان أو موه شركان ما يليق بمرؤتي أنه أمكنكم منه لأنه دخل تحت عهدي وذمتي، لا تخونوني أو لا تقربون على ضيفي أو لا تفضحوني بالأنام، وروح أنت أرجع على الملك أبوي أو حب القاع من بين يديه ورجليه وقل له أنه هذا الأمر مو مثل ما قالت له العجوز ذات الدواهي. قال لها القائد ماسورة أني ما أقدر أرجع على الملك إلا معانا هذا الغريم. ردت عليه وقالت ما زال هذا الأمر طلع منك أو عنوان السفاهة، هذا الرجل واحد وانتم مية، إذا تريدون مبارستو واحد واحد بدكم تبارزونه أمشان الملك يعرف منو بيكم هو البطل والقدر يغلبوا أو ياخذوا لوا. واصبحت الدنيا على شهرزاد أو صارت الليلة 66. العساكر لو من سمعوا الملكة أبريزة قالت لهم تعالوا له واحد واحد، قام قائدهم قال أني لواه وأنا راح أخذه للملك. قالت له استنى شوية خلينا أروح لعنده وأعرف حقيقته، يمكن ما بده يبارزكم. أو قربت على شركان أو دحجت عليه وقالت له، تبسم شركان أو عرف أنه هي ما خبرت عليه ومو هي اللي فضحت أمره، خبره شاع ونقلته هذيك العجوز ولام نفسه وقال بقلبه شلون رميت روحي بالهلاك واني ببلاد الروم. أو قال لها إذا أبارزهم واحد واحد هذا راح يكون عار علي، خليهم يجوني 10 بعد 10. أو سحب سيفه شركان أو بعدت عن جدام والملكة أو جاء أول واحد بهم القائد أو قابلوا شركان مثل الأسد أو صاحب وجهه ضربوا بالسيف إنه قاصه نصين أو سيفه ينقط منه الدم. دحجت الملكة على شركان أو عرفت إنها لونها مصارعته ما تحصل منه شيء، أو قالت أني لوني مصارعته بالسيف ما قدر له لكن صرعته بقوة حسني وجمالي. وصاحت على العساكر أو قالت من اللي بده ياخذ بثار صاحبكم؟ وطلع واحد من بيناتهم وقال أنا أخوه صاحب جسم ضخم جبار وعنيد. أو هجم على شركان، شركان ما أمهله ولا لحظة، أول ضربة بالسيف
انه رامي بالقاع ومقطع معاليجه. اوصاحت الملكة عليهم النوب، قالت لهم يا البطارقة اخذوا بثار صاحبكم. او قاموا يبارزون واحد ورا واحد، لو من ما رمى منهم 50 فارس ظلوا 50 انكسرت عينهم او ما عاد يقدر يقربون عليه، دب الرعب بقلوبهم. قاموا وهجموا عليه كلياتهم 50 فارس، او قام شركان يطحن بيهم طحن ويقطع بالروس، لو من ما خلى منهم ولا واحد. صاحت الملكة عالجواري او قالت لهن ظل منهم حدا بالدير؟ قال لا، ما ظل غير البوابين. قامت الملكة خذته بالاحضان، قضبت ايد شركان او خذته على القصر. الفرسان ظل منهم كم واحد ومحاصرينهم، او قالت يا شركان استناني. او راحت الملكة لبست الدرع او جابت بيدها صارم مهند، او قالت او حق ديني ما رح ابخل بنفسي على ضيفي ولا اتخلى عنه ولا اشيل عار بكل بلاد الروم. قام شركان يمسح السيف من الدم عليه وقال وكم من فرقة في الحرب جاءت، تركت كماماتهم طعم السباعي، سلوا عني إن شئتم نزالي، جميع الخلق في يوم القراعي، تركت ليوثهم في الحرب صرعى على الرمضاء في تلك البقاعي. تبسمت الملكة أو شلحت الدرع أتشان عليها، أو قال لها يا سيدتي عليش لبست الدرع أو الزرد أو شهرت السيف؟ قالت أحرص عليك من هذول اللي قام. قامت وصاحت للبوابين أو قالت لهم شلون خليتم أصحاب الملك يدخلون علي بدون إذني؟ قالوا لها يا مولاتي ما جرت العادة أنه نحتاج إذن منك على أي رسول وخاصة من الملك. قالت لهم لا، أنتم كنتم تريدون أنه يذبحون ضيفي شركان. قامت قالت الشركان عليك بيهم يا شركان، أو قضبهم شركان واحد واحد ما خلى منهم حدا. دحجت على شركان وقالت له الحظ ظهر لك اللي كان خافي، وريد أعلمك بقصتي. اعلم أني بنت ملك الروم حردوب، واسمي أبريزة، والعجوز ذات الدواهي هي تصير جدتي أم أبوي، أو هي اللي علمت أبوي بغصتك، ولا بد أنها تدبر حيلة أمشان هلاكي. هذه ذات الدواهي ما راح تخليني بحالي، أو راح تشيل قلب أبوي علي، أو راح تقوله تحالفت مع المسلمين. أنا سويت معك معروف يا شركان، أريدك ترد المعروف ليا، لأنه ما عاد أقدر أظل بهالمكان. لو من سمع شركان كلامها كيف وفرح، أو قال لها والله ما حدا يقرب عليك ما دامت روحي بجسدي، لكن أريد أسألك ليش صبر على فراق أبوك وأهلك؟ قالت له إيه. قام شركان حلفها أو قال لها أنت عاهد على هالشي هذا؟ قالت له عاهدك يا شركان، لكن أريدك ترجع عساكرك على بلادك أو ما تتدخل بهذا الحرب. قال لها شركان أبوي عمر النعمان هو اللي بعثني أمشان هذا الحرب بسبب المال اللي خذاه أبوك ومن جملته 3 خرزات البيهن البركات. قالت له طب نفسا وقر عينا، واني راح اخبرك بالحقيقة صارت مع ملك القسطنطينية. نحن بيعدنا عيد يقولوا له عيد الدير، كل سنة تجتمع بيها الملوك من جميع الاقطار وبنات الاكابر والتجار، او يقعدون 7 ايام، واني من جملتهم. لو من وقعت بيننا العداوة منعني ابوي اني اروح على هذاك العيد، او صار لي 7 سنين ما رحت. او قالوا انه بنات الاكابر من سائر الجهات واللي جن من أماكنهن عدير بهذاك العيد على العادة، ومن جملتهن بنت ملك القسطنطينية واسمها صفية، قاعدة بهذاك الدير 6 أيام، واليوم 7. أو قال صفية أني ما أرجع على القسطنطينية إلا بالبحر. قاموا جهزوا لها مركب، أو نزلت بالمركب هي وخواصها، أو ساروا بالبحر، أو هم بالبحر هبت عليهم ريح قوية والمركب غير طريقه. أو كان هناك القضاء والقدر، مركب نصارى من جزيرة الكافور وبيها 500 واحد، أو معاهم العدة والسلاح، أو كان ليهم مدة بالبحر. أو لو من شافوا المركب البيصفية والمعاها من البنات هجموا عليهم، أو قامت عليهم رياح النوب قوية أو جابتهم على أراضينا، أو شفناهم أو قلنا جتنا غنيمة،
أو قمنا عليهم أو ذبحناهم واغتنمنا كل شي معاهم أمن الأموال والتحف، أو كان بهذاك المركب 40 جارية ومن جملتهن بنت الملك أفريدون ملك القسطنطينية صفية. قام أبوي اختار منهن 10 جواري ومن بناتهن بنت الملك وفرق الباقي على حاشيته، والنوب قام عزل منهن 5 أو معاهن بنت الملك. من بين العشرة أرسل 5 هدية لأبوك الملك عمر النعمان. قام ملك القسطنطينية بعث مكتوب لأبويا بعد ما وصلته الأخبار، ويهدد أبوي ويقول له أنت من سنتين استوليت على مركب للفرنجة، أو هذاك المركب كان بي جواري أو كانت موجودة بي بنتي صفية، واني ما قدرت أشيع الخبر ودور عليها، أخاف يلحقني عار بين الملوك. لبين ما تأكدت من بعض الناجين من هذولاك اللصوص قالوا لي انه انت الماخذها، وريد منك ترجع لي بنتي بالحال من دون ما حدا يدري بالامر، واذا اهملتم كتابي او عصيتم امري راح تندمون. لو من وصل المكتوب لابويا وقراه وفهم ايش بيه او ندم بالحيل، وما كان يعرف انه صفية بنت الملك بين هذا النيشة جواري، او صار متحير بامره او خجلان انه يبعث لابوك بعد هذه المدة الطويلة الملك عمر النعمان ويطالبوا بجارية. بعد ما وصلتنا الأخبار أنه أبوك صار له أولاد من هذه الجارية اللي اسمها صفية وهي بنت ملك القسطنطينية، أو هنا وقعنا بورطة ومصيبة كبيرة. قام أبويا بعث مكتوب واعتذر من الملك، أو قال له أني ما كنت أعرف أنها بنتك من جملة الجواري، وأنه هي كانت بهذاك المركب وما علمتنا أنه هي من تكون، وبنتك أرسلتها للملك عمر النعمان أو حاليا صار له منها أولاد. لو من وصلت رسالة أبوي الملك القسطنطينية لقاها كبيرة بحقه أنه بنت تكون سبية وجارية أو يأخذونها الملوك بدون عقد زواج، وقال أو حلف بدينه أنه يأخذ الثار مقابل العار، أو لازم يسوي فعل تحكي بيه الناس من بعده. وظل صابر هذاك الملك لو من ما سوى هذيك الحيلة، ونصب مكيدة عظيمة وارسل رسالة لأبوك عمر النعمان أو ذكر له هذيك الأقاويل اللي ذكرت لي إياها. قام أبوك جهز العساكر أو سيرك على راسهم. أما الثلاث خرزات اللي خبروا أبوك بيهن كان مع صفية، وأبوي خذاهن منها. لو من لقاهن معاها ووهبني إياهن، والخرزات عندي الحز. ارجع انت على عساكرك قبل ما يتقدمون بلاد الروم، او بعدين يتحاصرون او راح يهلكون كلياتهم، وانا اعرف ان الجيوش للحزها مقيمة مكانها لانه انت امرتهم يظلون لمدة 3 ايام، او هم فاقدينك وما جعد يعرفون شي يسوون. لو من سمع شركان هذا الكلام صار مشغول الفكر بالاوهام، او تشكر الملكة ابريزة وقال الحمد لله الذي من علي بك وجعلك سببا لسلامتي ومن معي، لكن يعز علي فراقك او ما اعرف ايش بده يصير عليك من بعدي. قالت له انت ارجع على عساكرك او ردهم، واذا كان من رسل عندهم اقبض عليهم امشان ينطونك الخبر الصحيح، او بعد 3 ايام انا الحكم، وما تدخلون مدينتكم الا اكون معاكم وندخل كنا سوا بيها. لو من اراد يمشي قالت له لا تنسى العهد البيني وبينك، او قامت معه وحضنته، او قالت له قبل ما ودعك اريد اطفي نار الشوق، وبشت بشي اي ذوب الحجر. لو من شاف شاركان دموعها اشتد بي الوجد والولوع بيها، او قال هذن البيتين ودعتها ويدي اليمين لأدمعي ويدي اليسار لضمة وعناقي، قال أما تخشى الفضيحة؟ قلت لا يوم الوداع فضيحة العشاق. أو بعدها فارقها شركان ونزل من الدير، أو جابوا الأحصان أو فكوا له باب جسر، أو عبر هذاك الممر، أو دخل على الغابة وفاج الشجر بيها، أو هو بالغابة شاف من بعيد 3 فرسان، أو خذا حذر منهم ووقف، أو سحب سيفه. لو من قربوا عليه عرفهم وعرفوه، كان واحد منهم الوزير دندان ومعاه 2 من الأمراء، أو لو من عرفوه نزلوا من خيولهم أو سلموا عليه، أو سألوا الوزير دندان عن سبب غيابه، أو قعدوا خبروا كل شي جرى معاه أو كل شي سولفته الملكة أبريزة من الأول للآخر، أو فرحوا لو من سمعوا كلامه
ارحلوا بينا من هذا البلاد، لان الرسل جو معانا رحلوا من عندنا امشان يعلمون ملكهم انه جينا، او ركبوا من خيولهم وراحوا على العساكر ووصلوا عليهم، او نادى شركان على عسكرو اليوم يوم الرحيل حرب ما ظل، او جهزوا حالهم على المسير ووصلوا على سطح الوادي، او كانوا من الرسل موصلين الملكهم ومخبرينه ومجهز حاله على ملاقات شركان وعساكرو. بينما شركان ظل ماشي 25 يوم لو من ما وصل على مشارف بلاده، لو من وصلهم هناك أمنهم على أنفسهم أو نزلهم أمشان يستريحون، أو ظلهم يومين كاملات ورحلهم طالبين ديارهم، أو تأخر شركان بعدهم وظل معاه 100 فارس، أو قال الوزير دندان أنت أمير على هذا الجيش سير بيهم، أو مشى الوزير دندان مع الجيش وصار بيناتهم مسافة يوم. شركان خذ 100 فارس أو وصل على مكان مضيق بين جبلين وما شاف إلا غبرة وعجاجة، والخيل ما عاد تقدر تمشي المدة ساعة لو من ما انكشف هذاك العجاج والغبار. تفاجأ شركان أنه قباله 100 فارس ليوث عوابس معاهم الحديد والزرد. لو من قربوا من شركان ومن ربعوا صاحوا عليهم وقالوا أو حق ديننا إنا بلغنا من أمناه وإحنا وراكم صارنا ليل ونهار، لو من ما سبقناكم على هذا المكان انزلوا من خيولكم وانطونا سلاحكم وسلموا انفسكم امشان نجود عليكم وبارواحكم. لو من سمع شركان هذا الكلام لاجت عيونه واحمرت خدوده، او قال لهم شلون تجسرتم علينا او جيتم على بلادنا ومشيتم ارضنا، ما كفاكم هذا لسه عاد خاطبونا بهالحديث هذا، انتوا ادعوا للي يخلصكم من دينا. أو صاح على الفرسان المعاه أو قال لهم دونكم ما راح نخلي منهم حدا، أو سل سيفه شركان أو هجم على رأس ربعه، أو صار الصدام بين الرجال أو وقعت الأبطال بالأبطال والتحم القتال واشتد النزال، أو عظمت الأهوال أو بطل القيل والغال، أو ظلم بالحرب والكفاح والضرب بالصفاح حتى ولى النهار، أو صارت الدنيا ليل بالاعتكار، انفصلوا عن بعضهم واجتمع شركان بأصحابه، أو ما لقى حدا منهم مجروح غير 4 والباقي كلهم سلامة. قال لهم شركان أني كل عمري أخوض بحر الحرب العجاج المتلاطم من السيوف والأمواج وحارب الرجال وملاقات الرجال مثل هذول الأبطال. قالوا له اعلم يا ملك بيهم فارس إفرنجي أو هو أول واحد بيهم لو شجاعة وطعنات نافذة، غير أنه كل ما وقع واحد منا بين يديه يتغافل عنه وما يذبحه، والله لونه رايد يذبحنا ألا يذبحنا كلياتنا. احتار شركان لو من سمع هذا الحكي، أو قال باشر لا أبد نصطف ونبارزهم، هذا نحن 100 أو هم 100 أو نطلب النصر عليهم من رب السماء. وباتوا هذيك الليلة هم على جبل والفرنجة على جبل، وأصبحت عليهم الدنيا، وركب شركان أو وراء 100 فارس أو جمع على ساحة الميدان، أو لقم الفرنجة مصطفين أو جاهزين للقتال. قام صاح واحد من الفرنجة وقال قتالنا هذا اليوم راح يجي بطل من عندكم أو يجي بطل من عندنا. قام واحد من ربع شركان انتخه ومشى أو سار من بين الصفين وقال هل من مبارز هل من مناجر لا يبرز لي كسلان ولا عاجز. لسه ما خلص كلامه طلع واحد من الفرنجة أو متحزم بحزام ذهب أو هو راكب على حصان أشهب، أو تلاقم اثنين. قام هذاك الفارس الفرنجي تحايل على فارس شركان أو طعنه أو خذاه أسير أو صاحم على غيره، أو كل ما يطلع واحد من ربع شركان ياخذونه أسير. لو من ما خسروا 20 فارس كلهم صاروا أسرى أو ما أخذوا ولا واحد من الفرنجة. أو صارت الدنيا ليل أو لبت النار بقلب شركان، أو صارت الدنيا صبح النوب أو صفهم مقابيل بعضهم. أو قام شركان يدور على الفارس ألقى لولو عنه ربعه، أو دحج عليه وشافه لابس لباس أزرق ومن فوقه حاط زردية ضيجة موصل الحوائج بعيونه وبيده سيف مهند، أو راكب على حصان أدهم بوجهه غرة مثل الدرهم. قام ونكز الحصان أو صار بنص الميدان وصاح بالصوت العالي وباللغة العربية يا شركان
يا ابن عمر النعمان الذي ملك الحصون والبلدان، دونك والحرب والطعان، ابرز على اللي ناصفك بالميدان. انت قائد ربعك واني قائد ربعي، اللي يربح منه يكون الثاني هو وربعه تحت طاعته. طلع عليه شركان ووجهه اشكاء البلوان، او من حمس او ساق الحصان، ولو من ما وصل قبال هذاك الفارس وكر عليه مثل الاسد، او قامهم يتبارزون والسيوف تجدح مثل الصخر لو من يضرب بعضه، او ظلم لو من ما صارت الدنيا ليل وانفصلوا عن بعضهم، او رجع كل واحد على ربعه. اجتمع شركان بربعه وقال لهم: ما شفت مثل هذا الفارس بكل حياتي ولا رأيت مثله. او نام شركان هذيك الليلة واصبح الصباح، او رجع منوب على الميدان واقبل عليه شركان، او قضم هذاك النهار كله حرب، ناس تطعن بناس، لو من ما صارت الدنيا ليل النوب، او تفرقوا عن بعضهم واصبح النهار البعده، او صار الضرب بالميدان. ولو من صار نص النهار تعثر جوائد الفرنجي وارتمى على القاع، او نزل عليه شركان راد يضربه بالسيف امشان ما يطول المطال، صاح عليه الفرنجي وقال: يا شركان، ما هكذا تكون الفرسان، انما هو فعل المغلوب بالنسوان. لو من سمع شركان من هذاك الفارس هذاك الكلام، دحج عليه زين وامعن بعينه بالنظر، او عرف انه الملكة ابريزة اللي التقى بيها بهذاك الدير. لو من عرفها رمى السيف او جثى على ركبه او قال لها: ليش سويتي هالفعال هذه؟ قالت له: اردت اختبرك بالميدان واشوف ثباتك بالحرب والطعان، او هذول المعايا ترى كلهم جواري او كلهن بنات بكار، او شوف شلون قهرا فرسانك بحزمت الميدان، او لو انه جوادي ما عثر بيه كان شفت يا شركان قوتي او جلاتي. تبسم شركان وقال: الحمد لله على السلامة او على اجتماعي بيش يا ملكة الزمان. قامت الملكة ابريزة صاحت على جواريها او قالت لهم: بعدنا 20 اسير اطلقوا سراحهم، هذولا ربع شركان. او جل عدها الجواري وودع عنها. قام شركان قال: مثل سنترة لازم يكون عند الملوك مدخر للشدايد. او قال لاصحابه: تعالوا سلموا على الملكة. او مشوا بهذاك النهار. او شركان ما رضى انه الجواري يردن، قال للملكة ابريزة: لابد يجن معانا. او ما كسرت كلمته، او ظلوا ماشيين 6 ايام لو من ما قربوا على الديار. قام شركان قال للملكة ابريزة او للجواري المعاها: لازم ترمون هذا الهدوم، هدوم الروم والفرنجة. واصبحت الدنيا على شهرزاد، او وقفت عن الكلام، او صارت الليلة 67. او نلتقي معاكم قريبا بجزء 13. لكم تحيات، اخوكم موسى المردود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.